بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. وبعد، معنا حالة بابلوما أو سيرجيكال ريموفال لبابلوما في شيب. طبعا المسبب الرئيسي للبابلوما أو المسبب لها عبارة عن الأوفاين بابلوما فيروس. المرض البابلوماتوز عموما مشهور في الأغنام ومشهور في الأبقار. في الأبقار طبعا معروف بسببه البوفاين بابلوما فيروس، وفي الأغنام الأوفاين بابلوما فيروس. بيعمل طبعا زي ما احنا شايفين السرطان الحامي اللي هو في الجلد، وبينتشر طبعا في أكثر الأماكن، في التيل وفي العيون، أحيانا بيجي في الجفون، ثيرد أيليد، في منطقة اللي هي الجروين، الشكلة اللي هي عند الورك كده، عند الارم، على الشيست كده. تمام. طبعا العلاج الاساسي للبابلوما جراحي، وكل ما كان الحجم صغير كل ما كان تدارك الامر افضل واسرع واحسن. كان في بعض الابحاث بتقول ان الايفرمكتين بيأثر على البابلوما، لكن للاسف الشديد يعني جربنا كثير جدا في الابقار وما كانش لي اي تاثير يذكر نهائيا. يعني هنا طبعا بنعمل كليبنج للول، محل العمليه او مكان العمليه، وبنشيل طبعا بنعمل السكشن زي ما احنا شايفين كده بعد ما نعمل الليبتيكال انسيجن. تمام. طبعا المشكلة بتواجهنا هنا في العمليات اللي زي كده اللي هي النزيف او الهيموريج، لان المنطقة بتكون غنية بالبلاد فيزلز اللي متغذي الورم دهوتي او السرطان. بيكون مجهزين طبعا الارض الفورسيبسز معانا والكادجات، وطبعا مهم جدا جدا انك تكون مجهز مجموعة من التامبون. زي ما قلنا قبل كده يعني التامبون مهم جدا في العمليات اللي زي كده، بيسهل عمليك بيسهل معك عملية التنظيف والاريا بتاعت الشغل. يعني طبعا احيانا ممكن تاخد البلاد بيزل بغرزة مع الاسكان، يعني لو انت ما عندكش كات جات تاخد ال البلاد فيزل نفسه مع غرزة في السكين، تاخد غرزة في السكين وتنزل تاخد البلاد فيزل معاك وتطلع تاني تربط غرزة خارجية، بيقفل معاك كويس خالص لو انت ما عندكش كات جات او عايز توفر الكات جات. يعني انا عملية اصلا تكلفتها على الاونر بتكون يعني مرتفعة بالنسبة للفوائد الاقتصادية، والاونر بيشوف انها غالية يعني عليه، بيقول له مثلا اديني مبلغ معين، بيقول لك عند حته سرطان بتخلعها والكلام ده كله. فتقدر توفر شويه في الكاجات انك تاخد غرزه في الجلد وتاخد البلاد فيزلز معاك وتربط بره بحيث تفكها بعد 10 ولا 15 يوم، وتوفر عليك الكاجات. وان شاء الله في عمليه تانية باذن الله نوضح الطريقه. طبعا بعض البلاد بيزلز بتكون صغيرة، فمجرد بس ما تمسكها بالأرتر فورسيبس بتكفي الأحيان الواحدة يعني، بس انت لازم تتأكد انك قفلت كويس، والأفضل انك تخيطها أضمن عشان ما يحصلش نزيف بعد الخياطة وتعمل هيماتومة. وكمان المعروف البلاد يعني ميديا كويس خالص للجروث في مايكرو أورجانيزمز، فهنكفي الأفضل يعني.
خلاص نظفنا المكان كويس وقفلنا البلاد فيزلز. طبعا بيستحسن انك انت تخيط السبكوتينس لو عندك يعني حاجة تخيطها، وبعدين نبدأ ندخل على السكين. السكين ممكن تخيطها بأي نوع من الخيطات اللي انت ايه يعني تعرف تخيطها بيها، سواء اسمي الكونتينوس ولا انترلوكت ولا يعني اي حاجة تعرف تخيط بيها خيط بيها، ما عندكش مشكلة كله شغال كويس. بيساعدنا طبعا ان احنا هنا نعمل نطلع بشكل كويس الخياطة اللي هو الاليبتيكال انسجن اللي احنا عملناه، لو قطعت دائريا بيطلع معاك الشكل سيء جدا وغير جمالي بالمرة، لكن لما بتخيط او لما تعمل انسجن بشكل اليبتيكال يعني بيلتصق معاك حفتي الجرح بشكل كويس جدا، مفهومش اي يعني تشويه او منظر يعني غير مألوف. طبعا نسينا نتكلم هنا ان احنا المخدرين طبعا جنرال مش مخدرين لوكال، يعني مخدرين جنرال بزيلازين عبارة عن شوطتين زيلازين 2%. الشاطة طبعا وزنها تقريبا 40 كيلو او اقل قليلا او اكثر قليلا، ف2% يعني 2 من 10 زيلازين 2% كويس جدا يعني لا يغيبها تماما ولا ايه يعني خفيف، بحيث ان بعض احيانا بعض الحالات بيكون مثلا فيها مشاكل جرعة البنج ممكن ايه يعني تقضي عليها وتتحمل انت تبعات الموضوع ده، خاصة مع الاونرز اللي هي يعني ما عندهمش ايمان بالقضاء والقدر، فالشيء انت اللي يعني هو بيكون عنده ايمان بالقضاء والقدر لما يموت ابوه تموت امه يموت اخوه يكون مستسلم جدا ويعني في قمة الإيمان، لكن تموت عنزة عنده بسبب عملية ولا كده لأ، ازاي تموت العنزة بالكلام ده يعني. المفترض الدكتور كده يعني تيجي تموت العنزة يروح دافز لها روح كده عشان ترجع مرة تانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتنتبه للنقطة دي جيدا لأن حالات كتير بتروح بسبب قصة البنجين. طبعا هنا بنقفل خلاص في نهاية الجرح، بعد ما بنخلص بطهر طبعا الجرح نفسه من بره بيود، وبنحط محجن للضرع عشان يعمل تعقيم زيادة ويقلل نسبة السبسس في مكان العملية نفسها، وكده نكون خلصنا العملية. ونلقاكم في عملية أخرى بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.